أهلا وسهلا بالعاشق الولهان، تعال. إجا بشير. حضرتك وين كنت لهلا؟ عندي شغل، خبرت لشهيرة خانم. رجعت حليمة لعادتها القديمة؟ الإجازات صرنا ناخدها من شهيرة خانم، ما هيك؟ خير، صاير شي؟ تغيرت كتير بهالفترة الأخيرة، عم تساوي شغلات ما حدا بيتوقعها منك، لأنه منحبك وعم ندافع عنك دائماً. بتقوم بتعمل فينا هيك؟ قلت لحالي بغض النظر بلكي بتوعى لحالك، بس الظاهرة شي مستحيل. طلع فيه، ما عاد بدي أي تصرف غلط منك. هون مكان شغل، عم تفهم؟ فهمت عمي. انت لا تاكل هم، يلي بدك اياه بصير، وبعدك ما ضايق حدا. بتمنى، وهالاوهام يلي براسك شيلها. طيب مستعجل؟ حضرتك بدك تمشي ولسه انا ما خلصت كلامي. شو صاير لك لك ابني؟ انا اسف، ما عاد تتكرر ان شاء الله. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. شكرا. يا ربي دخيلك، ما بعرف شو صاير له. لما كان ياكل بهدلة كان يحمر وشه، هلا ابنه. معك حق، بشير كتير متغير عن قبل. أكيد صاير معه شيء، هذا السبب. لا تستعجلوا، بكرة منعرف شو الموضوع.